على أي حال نروح مع حضراتكم لتقرير آخر، والمجلس الأعلى للثقافة أطلق مؤتمر اسمه عشرينيات القرن العشرين. هذا المؤتمر بيسلط الضوء على الفترة دي تحديدا لأنها كانت مليئة بالأحداث والتحولات السياسية والاقتصادية كمان الفنية والثقافية في المجتمع المصري. احنا النهاردة بنحتفل بأولى فعاليات عشرينيات القرن الماضي أو مئوية العشرينيات. ده كان الحقيقة كانت نداء من مفكرنا العظيم أحمد عبد المعطي حجازي من خلال عدة مقالات كانت في الأهرام، والحقيقة آخر اجتماع لنا في المجلس الأعلى للثقافة طرح هذه الفكرة معايا، استجبنا سريعا جدا جدا، واجتمعنا بالفعل كوزارة الثقافة لكل قطاعاتها فورا، لأن طبعا يعني هذه الحقبة مهمة جدا جدا وسرية جدا فكريا وأدبيا وسياسيا ورياضيا، فكان مهم جدا تسليط الضوء على هذه المرحلة. عقد العشرينيات في القرن العشرين شهد مجموعة من الإنجازات ومجموعة من التغيرات في كافة المجالات والمناحي، سواء على مستوى السياسة، سواء على مستوى الاقتصاد، في الفن، في الأدب، في الفكر، الموسيقى، الطرب، الغناء، حتى في مجال الرياضة. نهضة فكرية وثقافية تمثلت في مسجلات فكرية وأدبية كان في وقتها حتى بتمثل معارك أدبية لبعض الإنتاج الفكري اللي نشر، قمم ثقافية، دكتور طه حسين العقاد. طب ليه احنا بنرجع بنحتفل بحاجة قديمة مرت من 100 سنة؟ هذا الاحتفال ليس لمجرد الذكرى، ولكن هذا الاحتفال لقراءة هذا المستقبل، لقراءة هذا الماضي، قراءة واعية ومختلفة وجديدة برؤية عصرية مهمة علشان نستشرف أفاق مستقبل، ولكن بالروح القديمة اللي احنا كنا موجودين فيها.